دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل امبارح اجتماع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من المحافظين والمسؤولين عشان يستعرض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة خصوصا من الأمطار والرياح والإجراءات اللي اتخذت لمواجهة ظروف تقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالمحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى. في نفس الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع السادة المحافظين اللي عرضوا موقف سقوط الأمطار في محافظاتهم واللي وصلت لحد السيول، أكدوا على المتابعة المستمرة لكل التطورات عن قرب وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار وإزالة أثار السيول على الطرق مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية بدون أي توقف. ونروح للإشاعات بقى، وفي خبر انتشر على منصات السوشيال ميديا وفي على طبعا على بعض الصحف والمواقع الإخبارية بيقول إنه تم طرح أكثر من 5000 قطعة أثرية للبيع بمزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، وبناء عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والآثار واللي نفت الكلام ده كله وأكدت على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر مع تكثيف الجهود استرداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، خصوصا أن في متابعة مستمرة لكل المزادات العالمية والمواقع الإلكترونية وكمان أي ضبطيات أثار مهربة في المطارات والموانئ. رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ثمن جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقفه المشرفة والمشهود ليها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي، فضلا عن الدعم غير المحدود اللي بتقدمه الدولة المصرية في كل مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله. رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أكد أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشهد نهضة تنموية شاملة وتطوير في كل المجالات، وده انعكس على مسيرة الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العربية والدولية. وقال كمان أن كل اللي بيزور مصر بيلمس بوضوح سرعة الإنجاز وحجم النهضة اللي بتشهدها البلاد برؤية تنموية ونهضة شاملة ومتقدمة بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نروح لوزارة الداخلية اللي بتواصل أجهزتها توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي على مستوى الجمهورية. أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من المتهمين والقضايا في المحافظات المختلفة، هنتعرف عليها في هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4996 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 45421 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تموينية متنوعة، من بينها 161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 31027 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9352 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري،
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338,404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 61,346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم، كما تم المرور على 114 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات. كما تم فحص 257 مركبة، تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 18,879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86,748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 72,115,679 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة. كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 78,540 كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت 205,877,691 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,143,114,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,609,766 جنيها.